اهلا وسهلا بشبيع ومشاهدي جريده شعب الدين مباشره من الدار البيضاء في مباشر جديد، وهذا المباشر غيكون للفرجه لانه صراحه الموضوع شائك. هذا المواطن اللي يوجه رساله للحكومه حول غلاء الاسعار وحول عدم توافق قيمه الاجير. استاذ مرحبا بك معنا، اطلق راسك. مرحبا بك معنا. شكرا شكرا، بارك الله فيك. رسالتي للحكومة حول غلاء الأسعار، وحتى لا أفهم خطأ، أنا لا أوجه كلامي للأشخاص، لأن الأشخاص كوزراء وكمسؤولين واجب علينا احترامهم، كما أنه واجب عليهم أنهم يأخذوا الأزمة اللي كنعيشوا بعين الاعتبار ويدبروا الأزمة بالشكل الصحيح. أنا أوجه لهم كلمتي كمسؤولين. هذه الحكومة بالحجة وبالدليل وبالوقائع كتبت على أنها أسوأ حكومة مرت في تاريخ المملكة المغربية. هذه الحكومة جميع القطاعات ديالها كلها كتعرف التدهور. الوعود اللي وعدتنا بهم في الانتخابات واللي بنينا عليهم أمال واللي اعتقدنا أننا غندخلوا في عهد مغرب جديد، حتى شي وعد من الوعود ديالهم ما قدروا أنهم ينفذوه ولا ينزلوه على الارض الواقع. البرنامج ديال الاحرار ديال التغيير، واش الغريب ان الثغرات كلها اللي حصلت في هذه الحكومه جايه من الاحرار اللي وعدونا وقال لنا على انكم تستاهلوا محسن. واش هذا محسن هما هو هذا الشيء اللي كنشوفوا دابا؟ اللي كنشوفوا محسن هو على سبيل المثال للحصر، ناخذوا وزير الفلاحه، وزير الفلاحه اللي كان كاتب عام ديال في ولايتين سابقتين ديال 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 اخنوش، اللي كان وزير الفلاحه كان هو كيدير كاتب عام معاه، بمعنى انه هو اللي كان كيدبر القطاع في هذه الولايه. في هذه الحكومه الجديده كيشغل منصب وزير الفلاحه، جاي خارج بتصريح في عيد الاضحى كيقول لنا على انه عندنا 7 مليون ديال رؤوس الاغنام، وغادي يستورد 60,000 راس غنم من اسبانيا ورومانيا. بالتالي ملي جينا نشوفوا النتيجه لقينا الناس ما عيداتش، ماشي لان الناس ما عندهاش الفلوس، اكيد الناس محنه وما عندهاش الفلوس، هذا واقع، ولكن ونقارد ماشي العرض يا اخي، نقارد الحولي من السوق، كاين نقارد، ما كاينش دابا، ما بقاش 120 درهم الكيلو، ما كاينش. اذا وفي الوقت اللي توجه ليه سؤال، وجه له الصحفيه سؤال حول هاد الازمه اللي تخلقت، صرح وخرج فينا عينيه وقال لك راه كورونا هي السبب لاننا ما لقحناش القطيع. وخرج بلاغ ديال لونسا كيقول على ان القطيع تلقح وحتى العدد ديال اللقاحات اللي دار مسجل. يعني هنا كاين وما خرجش هذا الوزير يعتذر للامه المغربيه ولا يقول لهم راني غلطت ولا راني وهمتكم ولا راني كذبت عليكم. استمر كأن شيئا لم يكن. هنا خصنا يا اما نحاسبوا الوزير ولا نحاسبوا مالين هذا التقرير اللي خرجوه ولا نحاسبوا هذا الصحفي اللي نشر هذا الخبر. وحول المخطط الاخضر ولا الاسعار، المخطط الاخضر، واش مغرب ديال المخطط الاخضر في بلد فلاحي كنشري السردين ب 25 درهم يا اخي؟ واش في المغرب المخطط الاخضر والمغرب والبلد الفلاحي اللي فيه زوج ديال البحوره وكيلومترات متعدده ديال الشواطئ نشري فيها انايا السرديل وما نعرفش انواع ديال السمك؟ انواع ديال السمك ما كنعرفوهاش، كتصطاد في البحور ديالنا وكتباع برا بالعمله الصعبه وما كنعرفوهاش، حتى النوع ديالها ما كنعرفوش. زيد على هذا، واش الفقير كنتي في واحد الوقت كتقول له 5 دراهم تعشي لك الوليدات، غادي تشري كيلو ديال البطاطا وتشري زوج كوميرات وتسلق لهم البطاطا وتعطيهم. دابا البطاطا يا اخي ملي ولات ب 12 درهم ومطيشه ب 10 دراهم وب 12 درهم، شنو واش هذا بلد فلاحي؟ واش هذا تدبير؟ وكيجي كيعلق الاخطاء ديالو على شماعات كورونا وعلى شماعات حرب اوكرانيا. واش انت جبناك كحكومه باش تدبر لنا الازمه ولا باش توصل لنا على ان الازمه راها كاينه؟ انت راه جيتي باش تدبر، ما كانوش حاصل شي المغاربه يلاه حصل. واش جاي كتقول لي راه كاينه كورونا، راه دازت كورونا، رانا عارفه دازت كورونا،
وراء اي انسان عادي غادي تسولو تقول لي اسباب الازمه غيقول لك كورونا وحرب اوكرانيا، ولكن فينا هو هذا العقل المدبر اللي غادي يخرجنا من الازمه اللي هو انت كلفناك المسؤوليه وجيت تقول لي لا راه الحكومه السابقه خلات لي ارث خايب وخلات لي اكراهات، وهذيك الحكومه السابقه فاشله وكنت ناجح اعطينا النتائج، ماشي انت تجي تسوق لي الاخبار ديال الحكومه حيت هي حكومه فاشله انت غتستمر في الفشل وتضرع بها هي وتخبى بها وتقول لي راه هي كانت فاشله اش بغيتي ندير لك انا. تحياتي ورساله كلمه اخيره الحكومة بالدارجة بالدارجة الوقت راه ما بقاش كيسمح انكم تزيدوا تطولوا في التفكير، راه الوقت ولا كيطلب انكم تمروا للتطبيق، الى عندكم شي برامج خرجوها للتطبيق، الى ما عندكم شاي قدموا استقالتكم وخرجوا حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه. كلمة صغيرة حول الراشد ديال الموظف اللي عطاوه لي قبل العيد نهار 15 دابا والله العظيم المواطن المغربي ما عندوش باش يكمل شي فلوس للدراسه باش ياخذ شي جديد ولد. الراتب اللي عطاو المواطن في 15 في الشهر كيعيبوا عليه، دابا كيقول لك المواطن ما عرفش يدبر امره. المواطن راه ما يمكنش يدبر امره براتب هزيل مقابل غلاء معيشه فاحش، ما يمكنش تعطيني 1000 درهم ولا 2000 درهم تصبيق وتقول لي سير شري حولي ب 6000 درهم وسير شري لي القوام ديالو وسير خلص مدرسه تابعك مدرسه تابعك عطله بسيطه تابعينك مرض تابعك بزاف ديال الحويجات. وكاين بعض الناس سمحهم الله كيحاولوا يعلقوا الاخطاء ديالهم على النقابات، كيقول لك النقابات ما اشتغلتش، النقابات فاتحه حوار اجتماعي، النقابات فاتحه حوار اجتماعي مع الحكومه، حكومه ساده ودنيها كتعامل معها بسياسه الاذن الصماء لا تسمع شيئا ولا تفقه شيئا وفاقد الشيء لا يعطيه، واخا تدخل معهم في اي حوار ما قادينش على الحوار لان ما عندهمش اليات التغيير، ما عندهمش برامج، ما عندهمش تدبير سوي. ناس جايه كتجلس باش تاخذ المناصب، انا ما بغيتش نقول كلام قبيح، ما بغيتش نجرح فيهم ولكن نتائجهم كتحكم عليهم. السلام عليكم، تحياتي.